دايرين نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما ناشطين وفرحانين ومحقين كاع داكشي اللي كتبغيو آه اليوم البنات جيت نبارطاجي معكم هذا الكيك الرائع قبل ما نشاركوا معكم بغيت نشكر كل من من انضم للقناه ديالي احبابي واصدقائي وعائلتي الثانية اللي كاينه في الانستغرام دخلوا عندي بزاف كنقول لكم شكرا 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 من هذا المنبر شكرا انكم يعني تقتو في في كويزين ساحر في الوصفات ديولي هاد هذا الشيء علاش جيت نشارك معكم هذا الكيك الرائع رائع البنات بمعنى الكلمه كيك اللي ما عمرو غادي كيك كيجي كي خفيف كيجي كي يعني روعه روعه البنات واخا نعيا نشكر في هذا الكيك ما غاديش نوفي لي حقه آه الكوتي الفطور الضياف يعني كيجي كي رائع ها البنات شوفوا نقطع لكم قطعه وتشوفوا كيف كيجي كي من الداخل رائع البنات ناجح 100% من اول مره تستعملوه من اول تجربه تجربوه يعني غينجح معاكم كنتمنى البنات تجربوا هاد الوصفه ديال هاد الكيك وتنزلوا عندي في التعاليق وتخليو لي الاراء ديالكم ندوزوا البنات للمكونات ديال هاد الكيك وطريقه ديال التحضير باش نحضروا هاد الكيك البنات غنحتاجوا ليه كاس ديال السكر كاس ديال الحليب كاس ديال الزيت واربع بيضات إذا كانوا كبار و كانوا صغار شويه غنحتاجوا الخمسه غنحتاجوا جوج ساشي ديال خميره الحلويات ساشي ديال الفاني وبطبيعه الحال حامضه يعني تكون هكا صغيره شويه مويا ونحتاجوا 300 غرام ديال دقيق الفورص و باغفوا نستعملو 350 يعني على حساب على حساب الخليط وعلى حساب لا ديالنا وشنو كت يعني واش تشرب ولا لا غنبداو البنات غادي ناخذوا شي بسمه هكا اللي كنخلطوا فيها الكيك غنخويو البيضات ديالنا خمسه البيضات غنضيفوا عليهم قبيصه ديال الملح غنضيفوا عليهم ساشي ديال الفاني وغادي نزيد عليهم كاس ديال السكر ونطربوا مزيان الخليط ديالنا في الاول تكون السرعه يعني منخفضه حتى نخلطوا هكا ونبداو يعني نسرعوا في في, في الطراب ديالنا يعني نديروه في الماكسيموم ديالو ونطربو ضروري البنات كنقولها كما كنقولها لكم في اي فيديو ديال الكيك البيض نخدموه مزيان مع السكر حتى ثلاثة دقائق كافين باش يطلع البيض ويعني تبدل الخليط ديالو ويجي هكا الكثافه ديالو زوينه هذا السر هو من اسرار نجاح الكيك هو نخدموا البيض مزيان البنات ها انتم كتشوفوا معايا كيف غيولي على هذا القوام هذا عاد نبدا نضيف في الزيت كاس ديال الزيت ماشي نضيفه دفعه واحده يعني غادي نضيفو شويه بشويه وحنا كنضيفو في الزيت وحنا كنخلطو غير خويط هكاك ديال الزيت وحنا كنطربو حتى هو ضروري البنات ما نديروش الزيت يعني دفعه واحده هنا ضفت الكاس ديال الحليب وملي نضيفو الكاس ديال الزيت والكاس ديال الحليب نقصو من سرعه الباطور باش ما يطيحش البيض على هذا الشكل البنات دابا البنات غنستغناو على الباطوغ وغادي نضيفو الدقيق البنات مشات ليا ديك المرحله انا ضفت الدقيق هكا دفعات دفعات وحتى الدفعه الاخرى وعاد غادي نضيف الدقيق ومعاه الخمارات ما نضيفوش الخمارات غير بوحدهم منهم الخليط يعني ضروري يكونوا مع الدقيق حتى هذا حتى هو كيساعد في نجاح الكيك بحال هكا البنات ونخلطو نخلطو غير بالمهل البنات باش ما يطيحش باش ما يطيحش لينا البيض غير بالمهل حتى ندخلو ديك الكميه ديال الدقيق وانا قلت لكم البنات 300 غرام حتى 350 يعني كل مره عرفتي الدقيق يعني كل دقيق النوعيه ديالو وشحال كيتشرب نخلطو البنات هكا هنا البنات غنضيف الحامضه ديالي يعني قطعتها على جوج ونعصروها وضروري البنات شي صفايه هكا باش هذاك يعني العلف ديالها وهذا ما مي ما مي ما يتسربش لينا الكيك يعني ضروري البنات نصفيو الحامض ديالنا فشي حاجه صدقوني البنات هاد الكيكه ديال الحامض كتجي رائعه 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 رائع كتجي بنينه هكا البنات ونخلطو نخلطو مزيان حتى يدخل داك الحامض في الخليط ديالنا ها البنات كما كتشاهدو معايا البنات غادي ناخد مول اللي غادي ن... يعني ن... ندهنو بالزبدة ندهنو بالزبدة البنات ونرشوه بشوية الطحين ضروري البنات باش ما تلصقش فيه الكيكة وصافي ونخوي الخليط ديالنا البنات انا الكيك ديالي الفران سخنته وملي دخلت الكيكه ديالي نقصت درجه الحراره 180 درجه وخليته مده ساعه البنات ما طليت ما والو تلقاه يعني تحمر من الفوق ومن التحت يعني ساعه البنات كنحسبها يعني بالساعه ساعة لما عدت عاد كنطلع ليه كي كيما كتشوفوا معايا كيف كيجي كي رائع البنات رائع رائع يعني كيتحمر من كل جوانب وكيجي الطعم ديالو لذيذ بزاف بزاف كنتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه والله غتعجبكم بزاف بزاف كيك رائع يعني الفطور الكوتي جو عندكم الضياف كيك اللي معمرو غادي يحشمك كيجي رطيطب يعني رطيطب وبنين وما يدمش رائع البنات هاد الكيك ديال الحامض انا شخصيا كيعجبني كنتمنى البنات تجربوا الوصفه انا البنات غادي نقطع لكم حتى أنا طريف يعني قطعه هكا باش تشوفوه من الداخل كيف كيجي كي هانتوما البنات لاحظوا معايا النجاح ديال الكيك ديالنا الا تبعتو البنات هاد المقادير اللي عطيتكم وهاد الخطوات اللي مشيت عليهم غتحصلوا على نفس الكيك انا كنهضر مع البنات اللي يعني يلا مبتدئات بحالي في في المطبخ هكا البنات كيجي كي كنتمنى البنات تجربوا الوصفه